الركن الأول من أركان الإسلام. كأسلمنا مأزنة مجمرة ومأزن. الشهادتان. ولدتو يمسكر النتك علوش ناتج. ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ أشهد أن لا إله إلا الله مالت من مالتنا؟ لا إله إلا الله بناء. لا إله إلا الله تعرانو. مثل هذه الطاولة مثلا. لكن ده زيت أربي زال النهاية وانشلال. يقوم هذا البناء على عمودين على ركنين. يجنب ويميت أرا بهولت مسوسوش لنا ميقوما. إذا أسقطنا عمود انهار البناء. عندنا يو مسوسو كفرسة جنبو يدرم مثلا. الركن الأول. يمجمر وما أذن. تكفر بجميع ما يعبد من دون الله. كالله سبحانه وتعالى وجي بمين ملكونا قروش باتك على يتكدال. لا أحد يستحق أن يعبد. كالله سبحانه وتعالى وجي عندم للملك يمجبه إلا. الثاني رك إلا الله إفراد الله بالعباد. الله سبحانه وتعالى سكر الله أن بأملكه النتلال. يعني كل ما يعبد من دون الله فعبادته باطلة. كالله سبحانه وتعالى وجي من ملك باتك علي أملكه استثنى. أعبد رب واحد سبحانه وتعالى. عند كتاب كانوا من ناملك وطرات الجبون. نعم. وشهادة أن محمدا عبد رسوله. نبي محمد صلى الله عليه وسلم بارع أن ملك تاني أنا شو بلن يمن مسكر ومسكر. هو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد. رسول صلى الله عليه وسلم بارع أن شو عيم لكم. ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. ملك تاني أنا شو أن استباب بلا شو. لابد أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به. رسول صلى الله عليه وسلم بعض زبتنا قال هلو متعزز قديتاتنا ونصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به يتناقروتن هلو ونتبلا مكابل قديتاتنا واجتناب يعني نبتعد غاية البعد عن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم ككلك الواتشون قروش بمولو مراك اللبن بمولو مراك اللبن وألا يعبد الله إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم يعني نتبع ولا نبتدع والله أعلم الله سبحانه وتعالى يمنا ملكه ورسول صلى الله عليه وسلم بدنا قد بيتشامهنا اللبات رسول النكتلالن عدد سبيد أوتشنا فتر والله أعلم.